تليفون سريع. الو مساء الخير، مين معي؟ الو مساء الخير، مين مع مين؟ علق الخط معه بعد كذا يوم. انا ناديه بدران. ناديه بدران، من عم تحكينا يا ناديه؟ عم بحكيك من راس النبع، بس انا من الجنوب. من الجنوب؟ من وين من الجنوب؟ من دير الزهراني. من دير الزهراني، تحيه لدير الزهراني. وليش ما عندك براس النبع؟ لانه الشت كان برد وسقعة. ايه عم تيجي تدفي هون براس النبع، نحن عاملين لكم هون مدفع هون براس النبع. اكيد قلبك اللي بيدفي. يا حبيبه قلبي، انت اتصالك اللي بيدفيني وبيخليني اعرق. والله ماني مصدق انه علق معي. والله من اي متى؟ ما تكذبي، من اي متى؟ اول رمضان. يا الله، ماما بتقلي ما بقى تحاولي لانه ما في مجال. اوعى تقولي، اوعى اوعى الياس. هلا عم اقول لها، عم اقول لها شفتي هي الحلو. اوعى هي الحلو علق معي. يا حبيبه قلبي اوعى، بعد عنا 10 اي 10 ايام، بعد عنا كثير ايام يا عمي. يا حبيب قلب الكل انت. ليكي يا قلبي، وما حضرتي شيء ثاني على غير محطات؟ ابدا. ليه؟ ليه؟ بس المسلسلات حلوة. انت اولى احد. يقبرني ربك. روحي لمرحلة الزواج صغري. ما في اسئلة. ما في اجوبة. حبيبي انت. يلا يلا نظرتك. اتكل على الله. نادية؟ نعم. الوالدة قد ايه عمرها الوالدة؟ ماما صار عمرها شي 95 سنة. يخز العين. ايه؟ بوسيلي اياها على راسها. طول عمرها. يخليلي اياك يا رب. يا حبيبة قلبي، وهي عندك بالبيت؟ ايه. وهي عم تقلك ما بقى تتصلي؟ سهراني معي كل يوم بتحضرك. فيها تحكيني؟ ايه طبعا. ولك اعطيني شو اسمها؟ اسمها زينب. يعطيني ست زينب، الحزة زينب، اعطيني اياها للحزة زينب. يا حبيبي بس علي صوتك شوي لتسمع. ايه منعلي. نينو بدنا نحكي مع الحزة زينب. يسعد لي مساكي. الو حزة زينب. مين عم يحكي؟ عم يحكي وسام حنا معك من هون من التلفزيون. مش عم تسمعك، هي ما ضعفت. خلص فرجيها اياني، قولي لها انا كنت بدي احكي معها. يخليلي اياك يا حبيبه قلبي، يطول بعمرها وتضل فوق راسكم هيك بركه. تسلم. ايه والله بركه البيت. يا حبيبه قلبي، وانت ما في منك لانك عم تديري بالك عليها. هي بركه البيت، تصفى الوالد وهي الكل بالكل. ليكي ناديه، وانت مجوزه ولا لحالك؟ لا انا مندوره لإلها. يا حبيبة زقفي زقفي لنادية. كل حدا كل حدا كل ولد بضل بيهتم بأهله بهالطريقة مثل الست نادية، ألف بوسة لإلك يا حبيبة قلبي. ألف بوسة لإلك يا حنون أنت ويا إنسان. ما في ولا سؤال. خليني أول شيء، عم تاكلوا دجاج؟ الحجة زينب بتاكل دجاج؟ باكل الدجاج طبعا. بتجيبيلها من عند بولدور اكسبرس هيك كم فروج غير شكل؟ الله ربحك بفراريج من عند بولدور. ايه عزيمي اربع. ليكي هلا بعد شوي بتخبريها، مش كل شغله بدك اياها تخبريها هلا، بنضلها بكره. اوكي 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 يلا. اوكي خليني انا وياكي عزيمي لاربع اشخاص من عند بولدور اكسبرس بكورنيش المزرعه. هي اول هديه. ثاني هديه. نعم. في سجاد عندكم بالبيت براس النبع؟ ايه في. بنزيد عليهم سجاد. الخير خير. بتحطي لي سجاده تحت اجريها للست زينب؟ ايه. سجاده من عند محمود قبلين. شكرا. يلا. الحجه زينب بتاكل بيتزا؟ هيك بتجن على البيتزا. دومينوس بيتزا اثنين، وحده لك وحده لها. يا الله. وتذكروني. ايه ايه ايه. يا حبيبه قلبي. ايه. سله غذائيه من عند دعبول. حلو. دعبول غير شكل، رز ورز وزيت وعدس وكله. يلا. في دفى براس النبع ولا ما في دفى؟ حلو. ايديك حلوين. ايدي حلوين هلا، جايين على الايدين جايين. ليكي ست نادية. ست نادية. نعم. فوق السجادة بتحطي دفاية. ايه. من عند هيونداي. برافو. ايه شو لكن؟ بدنا اياك تدفى الحجة زينب. حلو كثير. كمان بدي اياكي تشربي لي اياها، مش حي الله مي، اطيب مي واحلى مي من عند اكوا فينا. حلو كثير. كرمال تقلط ال 100 وتضرب بال 130 ان شاء الله. ان شاء الله، الله يخليك. امين يا رب. يلا يا ست ناديه، بدي اروح على الخزنه انا وياكي. يلا. وبوصيلي كمان الحجه زينب. اكرم مين يا وسام؟ اكرم مني. عجبتيني يا ست ناديه، عجبتيني. يلا 10 مليون لست ناديه. يا. و10 مليون للحجه زينب. ايه. و30 مليون يا حبيبة قلبي. يا الله يا الله يا الله، فوق الزواج وفوق الدفايات وفوق السجاد وفوق الاكل وفوق هاو كلهم 30 مليون، وفوق ال 30 مليون عم نتفرج على امير فالقاضي عم تاخذ اتصالات. ليك هالزمن ربحوا كثير قصص. لا ايه. باي يا ست ناديه. باي باي، بنشيلها لك. يلا ضلي فوق راس عائلتك.